كانت المرأة الوحيدة من بين عشرات الرجال الذين اعتقلوا عراة وهم معصوب الأعين ومكبول الأيدي. تفاصيل مأساوية جديدة تكشفها الفلسطينية هديل الدحتوح عما مرت به في ديسمبر عام 2023 عندما اعتقلتها القوات الإسرائيلية من منزلها بحي الزيتون بقطاع غزة. فبعدما انتشلوها من طفليها واقتادوها مع زوجها وأصهارها وجيرانها لمنزل بالحي أخلي من سكانه، قام الجنود بحسب شهادة هديل بحقن الأسرى جميعا بمن فيهم هي بمواد مهدئة مجهولة، بدأوا بعدها بالهلوسة ولم يكونوا بوعيهم الكامل. هديل قالت إن الجنود أخضعوهم جميعا لاستجوابات مطولة عن حماس مارسوا خلالها ألوانا من التعذيب والترهيب، حيث هددوها بدفنها حية في حفرة أسقطوها فيها بعد نزع حجابها عنها. الجنود لم يقفوا عند هذا الحد، أوهموا هديل بقتل زوجها بإطلاق طلقتين بينما كانت معصوبة العينين، ثم دفنوها مع بعض الرجال تحت غطاء من الرمال لبعض الوقت قبل أن يخرجوهم وينقلوهم لمركز احتجاز. هديل كانت تظن طيلة 54 يوما أن زوجها قد قتل، بينما كانت تتعرض للضرب والإهانة بسجن في إسرائيل، حيث فتشوها بعد نزع ملابسها وصادروا كل متعلقاتها من ذهب وأموال قبل أن يفرج عنها أخيرا، وتكتشف أن زوجها لا يزال على قيد الحياة وتعود لطفليها، لكن مع الكثير من الذكريات المريرة التي لا تنسى.